الحكومة الثالثة في أقل من عام إثر انتخابات 2019 تخرج إلى العلن، هي أيضا الحكومة الثانية المحسوبة على الرئيس قيس سعيد. رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي يعلنها حكومة كفاءات ويصفها بالمستقلة تماما عن الأحزاب، حكومة مصغرة يريدها ناجعة هدفها الإنقاذ الاقتصادي. أجدد تعهدي الشخصي بأن تعمل هذه الحكومة في كنف الاستقلالية، لكن في كنف التعاون والتفاعل والاحترام لكل مكونات المشهد السياسي ولكل الكتل البرلمانية، وذلك إيمانا منا بأهمية دور الأحزاب في تقديم التصورات وتقديم الرؤى التي يستفيد منها المواطن التونسي. وسنحاول أن تكون هذه الحكومة في تفاعل مباشر مع كافة مكونات الطيف السياسي والأحزاب. هل ستقبل الأحزاب حكومة المشيشي وتمنحها الثقة؟ هي مبعدة قصدا وتعارض في أغلبها أن لا تكون الحكومة سياسية مكونة من الفائزين في الانتخابات. حكومة المشيشي في نظر البعض هي حكومة الخوف من حل البرلمان، وفي نظر البعض الآخر انقلاب على نتائج الانتخابات. المشاحنات السياسية والمعارك السياسية كبيرة جدا، وليس بالسهل أن يجد رئيس الحكومة الحالي المكلف يعني حزاما برلمانيا قويا وحزاما سياسيا أيضا قويا خارج البرلمان حتى يمرر مشاريعه وقوانينه وما إلى ذلك. باتت الأزمة السياسية في تونس حجرة سيزيف، في المقابل احتقان اجتماعي واقتصاد على حافة الهاوية قسمت ظهره أزمة الكورونا. حكومة المشيشي إما أن تنال الرضا عن مضض أو أن يكون مصيرها السقوط مثل حكومة لحب بالجملي. يترقب الشارع التونسي بشغف مآلات الأزمة السياسية في البلاد. حكومة المشيشي قد تكون الحل نحو الاستقرار المنشود شرط أن يهدى الصراع السياسي المحتدم في البلاد. فتح الفالحي ميديا تونس.